مدرب منتخب الكامرون يقوم بتغيير واحد على التشكيلة التي خاضت ربع النهائي ضد الكونغو الديمقراطية. يبدأ ثلاثة مبوري باسيل يامكام أساسي، مكان نغونغ في المرمى، هاتشو كيريدو أربعة في الدفاع، على طرف 32 مامودو، 21 روبرتو كوني وفوييري، ثلاثة مبوري يامكام، وخمس بين أسود الأطلس وأسود الكاف. وصول المنتخب المغربي لمباراة النهائي وفيليكس أوكيني لأسنا أبو مامودو. البيتات أكيد يحاول يبدأ بقوة، مومبانجا يضغط أيوب الكعبي، البانجا استعاد الكرة، عبد الله الحفيدي هو المساعد، هو من الشار إلى وجود كرة محمد علي بن عمر. التغطية حاضر للمنتخب المغربي في هذه الدورة في ربع كامرون، وتعادل دون أهداف بين المغرب. وهناك راية في محاولة المرور من نوع شاكورة، عمر نمساوي يتقدم كل من عبد المنعم بوتوين وصحمدية، التدخل مع حسن مامودو وضربة المخالفة في إمكانية لمبوري يامكام، يمشي للضغط في هذه الكرة مع حمزة المساوي، ينجح في العرضية وكرة إلى كليمبي، نصف نهائي بطولة إفريقيا للمحفين مقابل هدف. فيليكس أوكيني، ففيليكس أوكيني والأبعاد، فيليكس أوكيني كرة أرضية في اتجاه يانيك نشانغ، واسبق منه الرحيمي، يمشي رحيمي، يحاول يعدي رحيمي، نوح السعداوي يبعد لها فيليكس أوكيني وضربة المخالفة، تدخل قوي على سفيان رحيمي، تدخل قوي على سفيان رحيمي والروبي المهدي قرناس ورضا سليم، شعدي عبد الاله خفيفي، زهير العروي، التمهيد في كره اولى من وتتحول الى رمي التمهيد. سفيان رحيمي اسبق ستيف روبن، يفتك كره من بانجا، امكانيه التصويب وموجود الحارس كيريدو انطوان بيل، كرة سفيان رحيمي، إمكانية الانطلاق في بداية مش ممكن ذات. تدخل جابرييل فيس مع سفيان الرحيمي، تنفيذ المخالفة، يمشي رحيمي حظايا والهدف الأول، مش ممكن ذات. كرة أخت في كرة ترجع للحارس أتشو كيريدو، رجعها في دين الحارس كيريدو، رحيمي لحمزة المساوي، يخرج في فك الرقابة في محور الدفاع على بانجا وليكس أوكيني تشويدي، يتقدم بانجا، ترجع كرة، يرتفع لقاع، يرتفع لمحمد علي بن معمر، ياخو كرة وانطلاق الهجوم المعكس، يمشي رحيمي، يمشي سفيان رحيمي، تبقى الإمكانية، كرة ثانية للمنتخب الكسار تقريبا شمط المباراة الأول. سعداوي يرفع كرة، وين المتابعة؟ راح فيليكس أوكيني تمشي كرة، فرانسوا المغربي، رحيمي يضغط على يامكام، عبد الإله الحفيظ، عبد الإله الحفيظي حط كرة نمساوي وكيريدو ضيعها جول، كيريدو ضيعها وبوفديني في الجول، 1-0 للمنتخب المغربي، ضيعها كيريدو وتابعها سفيان بوفديني، يمنع سباقية 1-0 للمنتخب المغربي، يدارك إهدار كورة المنتخب الكاميروني من مناطقه. نمساوي معاه يتعدى هذه الكرة، يمشي حفيدي يلعب أيوب الكعبي وتبع على الرحيمي، يرجع للقيام بالدور الدفاعي والتخت، يتعدى يعطي الحل السومو لجابرييل، ارتكاك وثم خطا. الدقائق العشر مشاركة الثالثة الفين، أول منتخب عربي لبيندا، بيندا جابرييل السومو، التوزيع السومو والدفاع موجودة أو محمد علي بن معمر، السنة مامودو يحاول يعدي والتغطية، فيليكس أوكيني أرضية ترجع من الدفاع، أيوب الكعبي حط كورة الحفيظ إيمان رحيمي، والثاني جول، هدف ولا أروع، شمعة
حملة كروية عشمة مركزة ينهيها سوفيان رحمة في شباك كاتشو كيريدو لأسانا مامودو. ممتاز. شي كرة نمساوي نمساوي بالنسبة للمنتخب المغربي خروج السنيتي. كل كذلك التفكير في منحه لقب الهدم يعني كنشانك ملقاش يتعدى نوح السعداوي. أيوب الكعب أيام كام التوزيع سنيتي جابريال لمامودو والتف الثالث الآن ينهي المباراة. أيوب كرة من فيليكس أوكيني وبمبدأ الأمان نمساوي لا يجازف نمساوي. حال المنتخب الكاميروني ما عاد عنده ما يخسر في الخمسة رأس من روبرتو كوني يعني كنجانك أو ماسنكونو يعني كان في نمساوي. يحيى جبران بعيد الشوط الثاني من جانب لاعبي المنتخب المغربي. ارتكاز 8 فيليكس اوكيني 26 بن فيليكس اوكيني. ترجع كرة حذيري وجانبيها جانبيها كرة جابريال فيس أو يعني كنجانك بين جابريال عصمو بدعم كبير من الجماهير الحاضرة. هو طبعا ممكن من الأشياء الإيجابية للمنتخب المغربي كرة لنكوايري وتد إيتامي تويلا كرة للريان ومون بانجا لنكوايري يدخل معاه دون خطأ بوفتيني والحكم رحيمي والسعداوي. بوغا ويلفريد يتهجم للمنتخب المغربي تويلا كرة منتخب المغرب في هذه الدقائق ترى لروبرت كوني خطير الريان بانجا يدخل دائما المنتخب المغربي فرانسوا ايتامي مرفوع كرة بعيدة بعيدة ترجع كرة من جديد للمنتخب المغربي حمبو طويل لمسة واحدة. أيوب الكعبي منتخب المغربي اختار التنفيذ الثنائي التصويب التصويب قوية لكن بعيدة كرة سالومون بانجا. منتخب الكاميرون كوني ياخو كرة توزيع وينو سنيدي موجود أنس كيفن انفيدي كيفن انفيدي تويلا كرة يخرج أتشو كيريمالي اللي تأهل في نصف النهائي الأول على خينيا بركلة. تويلا كرة أيوب الكعبي قبل الدفاع ترجع من يام كام وضربة المخالفة المخالفة لمنتخب الكاميرون مخالفة لمنتخب اليسار حمزة الموساوي وضربة مخالفة فيدي واحدة اثنين أسومو حاب يرجع للريان هو الدفاع حاضر تويلا كورة يخرج عدى حمزة الموساوي يعطي الحل الموساوي عرضية خلي كورة للكعبي خلي كورة يا عبد الإله يا عموتة يتعدى أسومو عصومو يمشي رحيمي يخير العرضية أيوب أيوب الكعبي بالرأس من انفيدي يفكر بالتصويب المباشر انفيدي التصويب قوية فوق مرمى أناس سنيتي خطأ كرة الثالث كرة الثالث الثالث جول هذا الثالث يا رحيمي يا رحيمي سفيان رحيمي يضيف الهدف الثالث خطأ في الدفاع الكاميروني يستغله سفيان رحيمي يضيف الهدف الثالث وينهي كل أو أيوب الكعب واحد من هذا الثالوث الأقرب أنه لعب الوداد وداد كسب أيوب الكعب الكعبي ممكن الرابع ممكن الرابع وكيريدو وليد الكارتي وليد الكارتي حمزة الموساوي العرض الهدف الرابع الهدف الرابع استعراض محمد علي بمعمر يوني الكورة في شباك كيريدو وقد يتم الغار هدف لا محمد علي بمعمر الفار يتم قرا الهدف 4-0 بعد العودة للفار الحنية يعني بالسنتيمترات